الله يسلمك ان شاء الله لك. والله دوختني بدوشي انا نعسان فرط من نعسي. باي 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 باي. ابو ليلى ابو ليلى ماي كريم عشان تدخل على العرض ايدي في النارك ارضي في النارك مع السريع وفي لا ابو ليلى يا انا يا انا شاري دبا 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 مين دبا يا محمد قولي لي معك عمك فلسطين يا محمد روح روح الله 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 يا ابني دخيلك شو هذا؟ الو حبيبتي ايه على الطريق انا لا لا ما في ضجه جايه ما بطول ليتس جو عم شو هدول ان شاء الله بتقبلوني ما احلاكم يا عم فردوس شو صوتهم هدول لحقنا من هيك لهون لك واحد منهم حاببها لما يوشكا وما محل عنا وهي بتحبه لك لا جو تحبه ما فشلت عينك ياهم لكان هلا ايه انزل رحلة جونتي رحلة انا شايفك لحالي من هيك لهون شو بدك قلوا له ورشيكم مراشيكم ولا شو زين يلا انشوا الطريق معنا احسن ما نكسر لك سياره يلا هون يلا حي اجابوا بتشيل الجلو بطل حي يا سيستر السلام اي بيزن اي بيزن انا مكريسي ابو جدي خرشوب معلوم خرشوب ابو ليلى خرشوب معلوم خرشوب وانا خرشوب بس ما تكونوا تعبتوا من شغلة الطرب والبوكس انا ما بدي انزل لحاله بكفي بوفي افجانتي ديبك انا ابو ليلى 70 واحد ومين فتى بالشرف يا افجانتي طلع حسيت حالي لقيت اللحمه زي عاد ما بيحكوا والله عاد يا ابو ليلى دخلت انا مش عارف باي 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 شو بقى شو نودن نودن يا مؤبوزي نودن يا مؤبوزي ايه افجانتي بدك تيجي كل يوم تاخير حبيبي لا والله انا شغلت الليل هي مو شغلتي بس انا كرمالك طلعت هالمره الله وكيلك لا يا ابجانتي والله حبيتك الصبايا كمان حبوك ليلى احكي لك كلمه مشان الصبايا مين سمين شوف الدو ايه يلا شيني على كل يوم يطمع حلال عادي ابجانتي بتعرفني انت يا ابو ليلى انا ما بشتغل بالليل ابجانتي شغل الليل رزق بدي اترككم من نور وعواطف لحالهم انا ايه هو مجال خلص مشيله كرمالي رقم يجي نمشي يلا ما سكنا من الصبح على حساب طيب ابجانتي انا حبيتك كثير ورقمي معك انت ما بدك عزف لي الو بس بكون عندك انا فردوس وفردوس شد رباعي ولا امامي لا تنساني يا ابو ليلى ان شاء الله بتعبرني مرني عندي على ورجي الاسرار عندي ليلى السلام جد ليلى الله انت فضيحه ولا فضيحه الله ما شاء الله ما بس من فوق هالبوم يا ابو قدام لا صح يا محمد على البصوت يا محمد على البصوت ايش الساعة؟ أبو ليلى؟ أبو ليلى؟ أبو ليلى؟ وينك لهلا بنفاصل ليالي أمي قولي يا أمي شو انبسطنا اليوم يا محمد على البسط شو هالروسيات؟ لك أنا ما عاد عرفت شو بدي ساعد عن جد فتقطن تحتي من كتر مرة وقت مو معقول يا حسيت عليك هيك مدلوق دلق عليه لك شون دلق ومثل مالك مسدي حبيتها لك أبجانتي حبيتها أي وحدة أي وحدة وفعلي هي اللي عادي اللي أقول مايوشكا لا اللي ناتيوشا اللي بن لك أخي كلهم كلهم على بعضهم حبيتهم يا ماما تيلي فان إلي مو هون لك بابا بيقول لك هو لمو هون انا مليون بلوبلوب شلون الاستفاده استفادتك اياها؟ الله يخلي لك والله العظيم والله هدول نسوان واللي بالسوق عندك نسوان لك حاجه هدول قشطايات هدول اما النسوان اللي عندنا كانه باذنجان مقلي وبشره ما لهم حق بالتليفون يا مليله طول بالك روح تحكي وين كلمه لا لا الو اهلي مليله ما والله ما سمعتك عم نركب الخزان على الصوح فوق الهواء ما عم يقلق على ما خلصنا بعوزة مباري وكان ايوا طلعت روسيا عم نركب الريسيفر بالخزان بالله خزان مين خزان والله شو مالك مصدق اخي احكي مع ابجانتي لا 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 يا خود احكي بلا سلبي مرحبا اختي مليلة اهلي الله يسلمك ايه ابجانتي ايه يلا ايه يلا عم نركب الخزان بس هو هذا لانه روسي نوعه ايه
فبيلبك شوي. يلا هلا بعت لك يا علبي. اهلين اختي. وهي على النبدي والله سلينا فساد سلينا خير. وحاسس لك الألفين ليرة اللي أخدتهم يعني عم يحكشوا براسي هيك، معقول يكونوا حرام؟ مين سمير؟ واه هدول حرام، حطهم معك بنوم نوم، نزلني اذا بدك خليهم، واه بكره دفنهم لهم لهم دوباره لهم تصريف ما بيجوز هدول. قلت لك نشتري فيهم خبز ووزي؟ ايه اشتري خبز ووزي على روسيا، ووزي على الفقراء، حرام اوعى والله يا لطيف يا لطيف الله يديرنا بغضب الله، ان شاء الله يا رب يسامحنا والله مو بقصدي. انت اللي احمست انا ما احمست. بالله احمد اخذ اختي. اعطيتها رقم تليفوني ان شاء الله تدق لي هلا. دقت هذا هو الرقم. الو؟ مخرشو نسري ايه ما هو فاشا بخريش شو مخريش بريفيت بريفيت دفاي الا دفاي دفاي لعندي ايه دفاي دفاي على المحل عندي مشان اعطيك كم زفترة زفترة الا زفترة زفترة ككنا زفور زفترة خصي ايديك زفترة شو بزعت وسكرت عليني عجبها اي والله ربي عبد كنا نسيانين شي بالسيارة بدنيا ما احنا لا خرج ما معنا لغة لك افجانتي شلون نطبي ما بيطلع بايدنا على فكرة يا باطل بس والله سلينا.